تعرفوا لي موضوع الفرنكوفونية، موضوع الآن قمت الفرنكوفونية موجود على الساحة ومطروح بقوة. معايا بالهاتف مباشرة سي توفيق والناس. مرحبا بك سي توفيق. أهلا وسهلا سي الياس، مرحبا بك وضيوفك. شكرا لك على قبول الدعوة. دبلوماسي الأسبق بالأمم المتحدة توفيق والناس، نحكيه على القمة الفرنكوفونية. سي توفيق، اختلفت القراءات، هات نكونوا سامبل، هات نكونوا عمليين. على حد تقديرك أنت اليوم، لماذا تم تأجيل هذه القمة، وأي رسائل مباشرة وغير مباشرة لهذا التأجيل؟ والله سي الياس كما قلت انت، خلينا نكونوا سامبل، خلينا نسبوا الامور. يعني قبل كل شيء يجب ان لا نغالي في هذا التاجيل، يعني هذا ليست كارثه، يعني ويجب ان تكون هذه فرصه للمزايدات السياسيه، يعني من طرف الرئيس الاسبق المرزوقي او من طرف افراد اخرين، او يعني هذا التأجيل الثاني لهذه القمة. كانت القمة من المفروض أن تقع في سنة 2020، الآن يعني تأخرت يعني لنوفمبر 21، والآن عادت تأخرت مرة أخرى لسنة أخرى. إذن يعني صحيح وقع بعض التشويش، صحيح هناك بعض التساؤلات، صحيح أنه يعني التأخير هذا جاء متأخر، نفس التأخير جاء متأخر، لأنه الوضع لا يجب أن ننسى أن الوضع في تونس تغير منذ 25 جويلية، يعني عنده شهرين ونصف، يعني هناك معطيات جديدة التي قد تفسر يعني هذا التأخير. يعني الآن الأسباب هذا التأخير هي متعددة، فيها اللي الأسباب اللي قالها الوزير السابق سي أحمد ونيس، فيها أسباب يعني قالتها المنظمة نفسها، فيها أسباب يعني قالها من يعني ركب على هذا الحدث يعني للتهجم على 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 تونس مع الأسف. وهناك أيضا ممكن بعض المشاكل اللوجستية، كنت في الساعة الأولى في الياس يعني هيثم قال كونه مثلا العروض هذه يعني جت متأخرة، وقال يعني هيثم وكلامه صحيح، يقول أنه هذا مش خطأ يعني قيس سعيد أو خطأ ما وقع بعد في 25 جويلة، إنما هذا خطأ من طرف الحكومة السابقة. يعني كل هذه الأمور هذه أظن أنه ننسب ليست طامة عظمى. ونعطي مثال آخر لو تسمح، هو أنه وقعت في 2005 قمة، يعني وقت رئيس بن علي وقعت قمة يعني في الفجوة الرقمية والمجتمع الرقمي إلى آخره، في الاسمسي هذه معروفة هذه، وكانت كان الوضع في تونس يعني معروف كونه وضع يعني فيه يعني خروقات كبرى لحقوق الإنسان. وقعت القمة وجاءوا المسؤولين وجاءوا رؤساء الدول وجاء الأمين العام للأمم المتحدة، ويعني وقعت فيها يعني فيها كارثة. يعني خطاب الرئيس السويسري يعني بحضور كل الرؤساء وبحضور يعني بن علي وإلى حد، إذن يعني القمم لا ترجى أو لا يعني يقع إلغاءها ب يعني حسب الوضع الداخلي في دولة من الدول. القمم المتفرقة الفرنكوفونية وقعت في دول كثيرة، وأين يعني حقوق في أفريقيا وغيرها، أين حقوق الإنسان كانت في حالة يعني سيئة جدا. يعني الركوب على الحدث أنا حسب رأيي يعني غير دونك سي توفيق، نسبوا سي توفيق نسبوا الامور في كل الحالات. كما قلت انت سي با لا فان دو موند، اليوم عندها تونس لعبت على الزمن، فما عام من زمان، والعام هذا نتمناو ان يكون عام اقلاع، عام نجاح. هذا اش قاعده تقول لي سي توفيق تقريبا؟ اوكي هكا هذا هو سيليس بالضبط، وهذه فرصه لنا احنا حتى لا يعني ناخذ نفس، يعني لانه توالت الاحداث 25 جويلية 22 سبتمبر يعني حكومة جديدة، يعني توالت الأحداث، وما يعني ما فيها بأس كونه احنا نسترجع نلتقط أنفاسنا
وننظموا معكم. يعني قمه في مستوى التطلعات نتاع الشعب التونسي أوكي. والتغير اللي قاعد واقع في الشعب التونسي، وما تكونش يعني نريدها ان تكون مهما كانت التكليف، حتى تكون سمحني في كلمه مبربله، ولا تكون ترجع بالوبال على تونس. اي تقول انت فوميو نستنى ونعملوا نوخروا خطوه التالي ونعملوا حاجه على قواعدها خير من اللي يتم الارتجال ويصير على لا يقدر حادثه مخطر على تونس اكثر من انه ما تصيرش القمه. شكرا لك سي توفيق، بارك الله فيك، وشكرا لك لكل مره وين تصلوا بسيادتك تكون موجود معنا مباشره على الهاتف. بارك الله فيك توفيق والناس الدبلوماسي الاسبق بالامم المتحده.